يعني عناديل الجزائر بالشراكة، وطبقا لأهدافنا التي نسهر إثرها على إحياء التراث اللامادي وإبراز الأشخاص الفاعلين في الميدان الثقافي وخاصة الفن العربي الأندلسي. نتشرف في هذا اليوم المبارك بمناسبة المولود النبوي الشريف أن نكرم أستاذا من أبرز أساتذة في هذا الميدان وهذا الفن، ألا هو الأستاذ بن شاوش ماماد بوجود هنا. هذه نبذة من مساره الثري في فن الصنعة العاصمي. هو الأستاذ بن شاوش المعروف بماماد والمولود بالقصبة في 3 فبراير 1930. هو ابن الشيخ محمد بن شاوش الذي كان أستاذا بالمدرسة الثعالبية سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالقصبة، ومن بين تلاميذه الدكتور العلامة الشيخ عبد الرحمن الجلالي رحمه الله. لقد عاشر الأستاذ ماماد خلال شبابه الباش قصار السي محمد الباش عادل الإمام سيدي محمد الأزهري نفعنا الله ببركته، والذي هو ابن عمه الأستاذ ماماد، كما ابن عم الأستاذ ماماد، كما كان له الشرف أن يكون جارا للعلامة الفقيه الشيخ عبد الحليم بن سماية رضي الله تعالى عنه. للأستاذ ماماد 3 بنات، 2 منهن متوفيتين وولد واحد. زاول دراساته الموسيقية بالمعهد الموسيقي بساحة أول ماي بالعاصمة آنذاك من 1947 إلى غاية 1954، السنة التي تحصل فيها على الجائزة الأولى للمعهد. وكان له الشرف أن يتلقى دروسا على يد الأستاذ العملاق سي محمد فخارجي رحمه الله، وذلك ما سمح له الالتحاق بالإذاعة الجزائرية حيث انخرط في عدة أجواء موسيقية لآلات مختلفة. وفي سنة 1967 التحق بالمعهد البلدي كأستاذ في الموسيقى الأندلسية للأقسام الأولى والثانية، قبل أن يتنقل في سنة 1971 بطلب من الأستاذ محي الدين بشطرزي رحمه الله بالمعهد البلدي بالقبة كأستاذ. ثم التحق بعد ذلك السيد ماماد بالمعهد الوطني بالعاصمة كأستاذ الأقسام المتوسطة خلفا للأستاذ عبد الرزاق الخارجي رحمه الله. وانخرط أثناء هذه الفترة في مؤسسة لا سوسيتي دي كونسير دي كونسيرفاتوار دالجي. وأثناء مشواره الفني كان عضوا ناشطا في عدة جمعيات موسيقية عتيقة، نذكر منها جمعية الحياة، الجمعية الجزائرية، الجمعية الجزائرية الموصلية. كما كانت له مشاركة كثيفة في الحفلات الدينية بمناسبة المراسيم المولودية. شارك الأستاذ في عدة تظاهرات دولية بمناسبات التنقلات الرسمية منها باريس، لندن، روما، بروكسل، موسكو، تونس، الرباط، القاهرة، برلين إلى آخره. أشكر الجميع على حسن الإصغاء، كما أتوجه شكري الخالص باسم الجمعيتين لمسؤولي قسم الثقافة مفتي زكريا وخاصة المديرة مديرة القسم لاحتضان هذه التظاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونطلب من الأساتذة الكرام السيد سري والسيد خزناجي والسيد ماماد أن يتفضلوا للمنصة
لكي نكرم الأستاذ ممال بميدالية في هذا اليوم السعيد والسي رضا كذلك. تفضل. نطلب من رئيس جمعية دربوش بقولوني يا مسكين يتفضل بالهدية. وهذه الميدالية التي ستسلم من طرف عميدنا السيد رضا بسطنجي إلى الأستاذ ممال بن شاوي. الثقافة الجزائرية والموسيقى الأندلسية والصنعة العصرية هذا مزين اليوم حضوركم اعتراف للشيخ شيخنا ممال بن جاوش لأنه مزين هذه الميدالية لقد قرأت لكم الميدالية وش هو يعني التعبير تاع الجمعيتين Association des Amis de la Rampe, l'Université de Casba, Association artistique, l'Anadi de l'Algérie, hommage à Sibamed Ben Chaouch, un des pionniers du patrimoine musical algérien. Avec notre reconnaissance entière, notre très haute considération et notre gratitude renouvelée pour votre œuvre féconde consacrée au rayonnement de la Sana algéroise, on lègue aux générations montantes pour lesquelles vous demeurerez un repère et une référence de notoriété. والآن نطلب من ممثل جمعية عناديل الجزائر بشراقة ليقدموا هدية الجمعية من طرف عميد الموسيقى الأندلسية العربية السيد سري أحمد. شيخنا وعميدنا. طلبوا من الشيخ سري أحمد يقولنا كلمة في هذه المناسبة. يا الحمد لله أنا تعرفت ممال بن شاوش قبل كيف نقول لك في عام واحد شاركنا في الجمعية الجزائرية اللي هي من بعد الولاية الجزائرية الموسيقية. كنا نقرأ على السي الرزاق خالد الرحمن حتى نهار اللي سعد الرزاق الخارجي تسمى في الكونسرفاتوار
مرسل حتى الأول إلى ما كان حتى ما كان الشيخ يعلمنا. عيوا يخلوا أشكون اختاروني. قال لي تدبر راسك بالقس أكت عميل ومهمد بن شاوش كان في القس معنا وانتقلش قال حتى نهار كل واحد من الشيخ مهمد بن شاوش معرفة قديمة وعرفت من الصغر بحيث اللي كنا في المعهد البلدي في القصر والأدوار في سي محمد الفخارجي كنا تلاميذ مع بعض ومع هذا كنا نمارسوا في الحفلات بحيث اللي شارك معايا عدة حفلات معايا كان ونمشيك ونكسوسها وبقينا إلا هذا فإنما اليوم نهار مبروك وراه يسهل أكثر من هذا يعني حيث اللي يعني أعطى جهده في سبيل هذه الموسيقى وكون بارك الله فيه ونتظر يزيد يطول عمره ويخلينا عليه مازال مستقبل الحمد لله اللي سهرنا السهرة بمناسبة يعني تكريم أخينا مهمد بن شاوش ما بيني وبينه غير وقيلة 4 أيام أو 5 أيام لكن مناسبة كريمة هذه مولد النبي الكريم بيعطيهم الصحة الأولاد اللي يسمعونا يعني الأناشيد الدينية ونفكر محمد بس عبد الرحمن بن حسين رحمه الله هو جوزنا في الحياة في بلاد الشعب جمع جديد والصنعة ديال جمع جديد هذيك اللي كانت معروفة وكتقدر جمع والسدة ديال جمع جديد وجمع سافر وسيدي محمد شريف وجمع الكريم وسيدي رمضان بارك الله فيكم ونشكركم على الساعة الطيبة شكرا جزيلا في راسك. الله يبارك. الله يبارك.